صفحة 141 واحد تو تشينج عشان نغير كلمة انفكت بمعنى يعدي انتو اناون الى اسم وي اد هنضيف لها اي او ان. 2 تو فورم ان ادجكتيف عشان نكون صفة from the verb من الفعل differ وي اد عشان نخليها صفة نضيف لها ايه اي ان تي. رقم 3 في جملة المهم ذا سينونيم يعني المرادف يعني كلمة لتساويها في المعنى. كلمة ريبير يعني يصلح إز كلمة اللي تساويها مند مرادفة ليها. 4 كلمة ليف يعني يعيش أند داي يموت آر الاتنين دولت إيه ضد بعض أنتينيمز مضادات. 5 تو جيت ذا أدجكتيف للحصول على الصفة من كلمة نيتشر بمعنى طبيعة وي آد ذا سافكس نضيف اللاحقة يعني حروف تيجي لها في آخر الكلمة هنا ال عشان تبقى صفة. صفحة 146 واحد ان ايرثكويك الزلزال از ا ناتشورال اللي هو ايه طبيعي كارثة ديزاستر كارثة طبيعية. 2 living in the المعيشة في ايه is quieter than living in the city اهدى من المعيشة في المدينة المعيشة في الريف country side. 3 you can use this tool يمكنك استخدام هذه الأداة إن أو أن نقط such as a fire مثل الحريق في حالة الإيه emergency الطوارئ استخدم الأداة دي. 4 he was a نقط for a charity هو كان إيه جمعية خيرية. he works for no money بيشتغل من غير ما ياخد فلوس متطوع volunteer. 5 the نقط take in air يعني تمتص الهواء and help us to breathe وساعدنا ان احنا نتنفس طبعا الرئة الرئتين lungs. 6 لينا's cousin ابن عم لينا is in hospital في مستشفى with eye لانه عنده eye infection عدوى في العين. 7 this football الكرة ديت has no air inside it مفيهاش هواء داخلها I need a not to fill it أنا محتاج إيه مضخة عشان أملاها بالهواء أملا الكرة دي بامب. 8 not is the opposite هي عكس كلمة serious بمعنى خطير عكسها safe آمن. صفحة 147 9 it's not to stay إنك تبقى in a burning house في منزل مشتعل في النار for some time لبعض الوقت ده شيء طبعا سكيري مخيف ومرعب. 10 dad always gives money to a نقط بابايا دايما يعطي مال لايه that helps poor تساعد الفقراء charity جمعية خيرية. 11 the نقط bumps blood يضخ الدم around the body في الجسم اللي هو القلب heart. 12 ذا نوت تيلز ذا بارتس اوف اور بودي يعني بيقول لاجزاء الجسم يدوم اوامر يعني وات تو دو يعملوا ايه اللي هو المخ برين هو اللي بيعطي الاوامر لاجزاء الجسم. 13 او ان نوت از ان انجري هي اصابه وين سمثينج كاتس يو عندما شيء ما يجرحك ميد باي سمثينج شارب اللي عمل الحاجه ديت ايه حاجه حاده ده تعريف كات. 14 نقط is feeling happy الشعور انك سعيد about something you have done بخصوص شيء ما انت عملته or are connected with او متصل بالشيء ده مرتبط بيه تبقى براود فخور. 15 you should pay نقط pay تاخد حرف الجر for يجب انك تدفع لتمن الايه the things الاشياء you bought اللي انت اشتريتها. 16 road دي بتاخد حرف الجر دون يدون the ancient Egyptian doctors الأطباء المصريين القدماء wrote down their ideas دونوا أفكارهم thousands of years ago من آلاف السنين مضت. صفحة 151 لازم نذكر الأول قاعدة use the to يعني use the to اعتاد على الشيء في الماضي لا يحدث الآن يجي بعدها فعل في المصدر طب نفيها didn't use to زائد الفعل في الإيه في المصدر لو حالة السؤال بنستخدم فعل مساعد did وبعدين فاعل وبعدين نجيب ايه used to زائد مصدر
نذاكر القاعدة كويس عشان نحل الأسئلة دي. 1. My father not work in أسوان، يعني بابايا عايز أقول إنه اعتاد إن إيه يعمل في أسوان. used to، أما دي didn't used طبعا إيه صيغة خطأ المفروض تبقى مصدر. 2. ياسر the uncle، عم ياسر not used to live in Tunisia، يعني لم يعتاد إنه يعيش إيه في تونس. هنا used to يبقى قبلها didn't عشان تبقى إيه تبقى مصدر. 3. نقط you used to have a lot of homework، هل اعتدت يكون عندك ايه واجب كتير، ده فعل مصدر يبقى هي إيه نستخدم فعل مساعد هنا ايه did عشان تبقى استفهام بهل. 4. did حسان نقط to live in Cairo، did يبقى نعيد الفعل الايه لمصدره في هنا to يبقى use، did حسان used to live in Cairo. 5. did you used to have any different hobbies، هل اعتدت يكون عندك اي هوايات مختلفة؟ No، نحول you الى I يبقى No I didn't. 6. What not سلمى used to، ادي ايه used to فعل في الايه في المصدر هوت والكلام عن الماضي يبقى نستخدم فعل مساعد did. What did سلمى used to do، ماذا سلمى اعتدت ان تفعل when she was young، عندما كانت صغيرة. 7. My uncle used to live in the countryside، عمي اعتاد ان يعيش في الريف. But now he not in the city، بس دلوقتي هو بيعيش في الايه في المدينة، يعني حاجة كانت بتحصل زمان وبتحصلش دلوقتي يبقى هنا ايه he lives هتبقى مضارع بسيط، يعني used to هنا يجي بعدها ايه مصدر والكلام هنا عن الماضي. الجزء التاني but now تبقى مضارع بسيط. 8. She used to يجي بعدها مصدر be، اعتدت انها تكون ايه فات سمينة ولكنها الان ايه thin نحيفة. 9. My uncle used to be sad، عمي اعتاد يكون كده ايه حزين. But now he هنختار ايه بقى هنا doesn't ولا isn't، الصح هتبقى isn't. طب ليه؟ عشان يجي بعدها الصفة اللي هي sad دي، يعني كان اصل الجملة دي now he isn't sad، منفعش doesn't. 10. قلناها كذا مرة، لما نلاقي did نعيد الفعل لمصدره في 2 مصدر use used to، الصح used to عشان هنا مفيش to. السؤال اللي بعده الإجابة جاهزة بس نعرف سبب الإجابات، عشان كده لازم نحل الأول قبل ما نشوف الشرح ده عشان نستفيد. رقم 1، نعرف سبب الإجابات. 1. هنا بيقول دكتور مجدي اعتاد أن use هتبقى used. 2. يوزد يجي معاها تو المصدر، بي هتبقى تو بي. 3. عايزين ننفو ايه يوزد تو تبقى didn't use to. 4. did في السؤال نعيد الفعل المصدر ويوزد هتبقى use. رقم 5. يوزد تو يجي بعدها مصدر من had هتبقى have. 6. ده سؤال وفي فعل مساعد did نعيد الفعل المصدر using تبقى use. 7. used to يجي بعدها مصدر being تبقى be. 8. بيقول هو اعتاد انه يلعب كرة بس الوقت ما بيعملش كده، ما بيلعبش كرة، بس صح تبقى used وهنا طبعا في توها. صفحة 152 ودي الصفحة اللي بالعرض، هنا في شرح على ايه تكوين المحادثات وكده اسئلة، ودي ايه نفس الاسئلة هنقولها باختصار عشان الكتابة ايه حجمها صغير. يعني عادل وهاني بيكلموا مع دكتور مجدي يعقوب، فسأله سؤال قال له هو اتولد سنة 1935، متى ولد، متى وين، ونقدم ووز وين ووز هي بورن. 2. بيقول هو اتولد في بلبيس، اين اتولد، وير ووز هي بورن. 3. وير ديد هي ورك ان ذا باست، اين هو اشتغل في الماضي، اشتغل في مستشفى خاصة in a special hospital. السؤال ده بيقول هنا what did he do to help children، ماذا هو عمل ايه عشان يساعد الاطفال في اسوان، تبقى الاجابة دي هنا طبعا مفيش اي مكان فدي الاجابة دي كلها. he started a charity، بدأ جمعية خيرية for ill children in اسوان، للاطفال المرضى في اسوان. هنا بيقول في اللي بعدها ماذا رأيك فيه، ممكن نقول دي I think he is great، أعتقد أنه إيه إنسان عظيم.
المحادثة التانية، إبراهيم بيسأل كمال عن الأطباء في مصر القديمة. أول إجابة هتبقى yes there were، هل كان في أطباء في مصر في قدمائنا المصريين يعني؟ آه. رقم اتنين، هي دي الإجابة دي الموجودة دي إيه بالنص زي ما هي كده، how did we know، كيف عرفنا عن الأطباء في مصر القديمة؟ من خلال الكتابات اللي هم كتبوا أفكارهم على الحيطان وكده، وعرفنا منهم معلومات عنهم يعني. تلاتة، yes they did. أربعة، why did they use plants، لماذا استخدموا إيه النباتات عشان إيه علاج الناس من الحروق. خمسة، yes they did، هل هم عرفوا كيف إيه يصلحوا الكسور بتاعت العظام؟ yes they did. صفحة 153، أول سؤال هنا listening، استماع. السؤال اللي بعده ده محادثة نفهمها كويس. علي استيلينج عمرو about his father's job، بيكلم عمرو عن ايه؟ عن وظيفة والده. هلو علي، how are you، كيف حالك؟ طبعا I am fine thanks، أنا بخير شكرا. سأله سؤال قال له my father is a famous doctor، بابايا طبيب شهير. بيقول له ايه ما وظيفة والدك؟ what's your father's job، ممكن ايه بطريقة تانية what does your father do، نفس السؤال يعني يدي نفس المعنى. سأل سؤال هنا رد وقال علي he works in a big hospital، بيشتغل في مستشفى كبيرة في القاهرة. أين يعمل؟ أين where؟ والفعل هنا في اس، نستخدم فعل مساعد does، ونجيب الجملة من الأول where does he، ونحذف الاس من الفعل في السؤال where does he work. عمرو قال does he go to، هل هو بيذهب للشغل يعني ايه في سيارته؟ فرد هنا وبعدين قال له he goes on foot، يذهب سيرا على الأقدام. يبقى هيقول له لأ no he doesn't. عمرو سأل وقال why does he walk to work، لماذا هو بيمشي للشغل بيركبش سيارته؟ ممكن نقول الإجابة ديت because the hospital is near، لأن المستشفى قريبة من منزله، أو أي إجابة تانية عادي مناسبة. السؤال اللي بعده اختياري. واحد، أوان نوت is an organization that gives money، يعني زي جمعية تعطي مال food والطعام للناس who are in need، اللي بيكونوا ايه محتاجين، charity جمعية خيرية. رقم اتنين، lungs take in air، يعني بتستنشق الهواء، and help us to، تساعدنا ان احنا breathe نتنفس، طبعا اللي هي مين؟ الرئتين. تلاتة، كلمة special خاص مميز has the same meaning، تدي نفس معنى unusual، يعني حاجة غير عادية كده مميزة. صفحة 154، أربعة، ياسر was not a school project، ياسر كان بيعمل مشروع مدرسي doing when I met him، عندما قابلته. خمسة، we know about ancient Egyptian doctors، احنا ايه نعرف معلومات يعني عن الأطباء المصريين القدامى because they wrote down، ان هم دونهم افكارهم على الايه الحوائط في المعابد وكده. رقم ستة، بيقول ان عمره 69 سنة دلوقتي، he not working 9 years ago، توقف عن العمل من 9 سنوات، طلع المعاش stop توقف. سبعة، سلمس father is a وان، باباها ايه at the hospital، في المستشفى، they don't pay him، ما بيدفعلوش فلوس، هو متطوع volunteer. رقم 8، علي وبعدين نقط used to swim، يعني لم يعتد انه يعوم لما كان صغير، هنا was ماضي صح، وده فعل في المصدر، يبقى النفي في didn't. 9، نفس الكلام بتاعت ايه used to، كلام عن الماضي، بقول ايه قبل 2010، تبقى نستخدم فعل مساعد did لان ده فعل في المصدر. did علي used to، هل علي اعتاد انه يعمل كجراح قبل سنة 2010؟ رقم 10، في did نعيد الفعل لمصدره، وفي هنا to، يبقى ناقص ايه use بس. السؤال اللي بعده الاجابة جاهزة، بس نعرف سبب الاجابات. إيه رقم 1، كلام هنا عن الماضي، يبقى ام دي تبقى ماضية، was يا where، اي بتاخد was. رقم 2، بيقول انا اعتدت العب باسكت بس دلوقتي لا، يبقى الان
ما ينفعش بقى didn't، هتبقى don't، يبقى مضارع بسيط. تلاتة، دي ايه على هيئة السؤال وير اين، يبقى نجيب فعل مساعد ايه did، يبقى you used هتبقى did you use. رقم اربعة، used توجي بعدها الفعل في المصدر من was اللي هو verb to be، تبقى be بس. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.